وعموما التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها يجعلك ملتزما بأمر معين بمبلغ معين. هذا الالتزام فيه أرباح كبيرة جدا للطرف الآخر. أنا لا أحض إطلاقا أي إنسان لأي حاجة يذهب ليتمول، هذا لا أحض عليه بل أحذر منه. أن تكرس مثل هذه النمط أو الأنماط الاستهلاكية السيئة في حياتنا هذا خطأ، لا يصح البنوك الإسلامية أن تكون بهذا الأمر. أقول من كان قادرا على أن يقيم مشروعه بنفسه أو على أن يتجاوز الوضع الحالي الذي هو فيه لم يكن ضروريا، فلا أنصحه أن يذهب وأن يلزم نفسه بمثل هذه الالتزامات وأن يدخل في عقود قد تختلف فيها وجهات النظر، وإنما يؤخر الإنسان قدر استطاعته بعض حاجاته ولا يذهب إليها. نعم هنالك حالات معينة يضطر الإنسان ليس لديه بيت وظروفه وظروف عائلته لا تسمح، الجمعيات التعاونية قد تكون غير مجدية له خاصة إن جينا إلى أراضي في مسقط وفي غيرها فهي عسيرة، هذا قد يسوغ له مثل هذا الأمر. وهكذا من يفكر تفكيرا استثماريا يرجع عليه هذا المشروع بأرباح مضاعفة، نعم اذهب. أما أن تكون قادرا وتريد أن تترفه فقط وأن تزداد في بيتك وفي توسعته وهذا البيت يكفيك وأهلك وتدخل نفسك في مثل هذه لمجرد أنها إسلامية، كونها إسلامية لا يعني أنها مستحبة، لا زال هؤلاء تجار، لا يزال هؤلاء تجارا يحرصون على ربحهم، لا يعني أنني أتمول من هؤلاء أنه مستحب لي وأنني كأني صليت ركعتين، لا، هذا أمر مباح يمكنك أن تذهب إليه إن كنت محتاجا إليه. الالتزامات دائما الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كثرة استعادته من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابهم بعد هذا السؤال قال لهم إن الدين يحمل صاحبه على أن يعد فيخلف وعلى أن يعد فيخلف وعلى أن يتكلم فيكذب. الدين يحمل صاحبه على هذا لأنه لا يجد. البنوك الإسلامية نعم قد لا تكون تنشئ ديونا إلا أنها تنشئ التزامات في قوة الديون في واقع الحال، أنت ملزم بأن تدفعها ويأخذونها من المنبع من هنالك من ويشترطون أن يأخذوا أن تحول عندهم حسابك ونحو ذلك فيأخذون الراتب من أصله. لذلك لا أحض إطلاقا على التعاقد إلا إن كانت هنالك حاجة حقيقية، أما الترفه والكماليات فكونوا بعيدين. والإنسان يمكنه أن يغطي حاجاته بالمباحات دون أن يدخل في مثل هذا الأمر ودون أن يتحكم أحد في راتبه وفي أمواله بل يتحكم بها بنفسه. كما أن أيضا قضية الجمعيات يعني وضعها الآن القانوني ليس مطمئنا، ليته يكون هنالك تنظيم قانوني لهذه الجمعيات لأنها أرفق بالناس. أما مع هذا الوضع فكثيرون جاءوا أنهم خسروا آلافا من دخولهم في الجمعيات، لا أحذر منها ولكن أقول ينبغي للناس أن يوجدوا لأنفسهم مثل هذا الأمر وأن لا نكون نحن من نعين الآخرين على كثرة الاسترباح وغير ذلك. وبهذا بإذن الله تعالى سنبعد أن لا نكون مسارعين إلى البنوك ولا إلى الالتزامات المالية عندما يأخذ هذه الأرباح مضاعفة منا. كما أنني في الجانب الآخر أيضا في ختام حديثي هذا أقول إنه مع وجود هذه الأخطاء فالواجب كما بينت أول الأمر أن يخبر الإنسان الناصح الأمين هو الذي يخبر غيره بالخطأ، النشر والفضائح ونحو ذلك هذا كله لا يرضاه أحد مهما كان الطرف الآخر، ولكن بالتي هي أحسن ينصح الإنسان أخاه. وقد جاءت نصائح كثيرة من إخوة أحبهم في الله وأستفيد منهم وأتعلم منهم، قد يكون بعضها بلسان جارح نوعا ما إلا أنه في الأخير أحب هؤلاء وأسأل الله تعالى أن يوفقهم، جاءني منها المكتوب وغير المكتوب على معاملات تتعلق بالبنوك الإسلامية، وبفضل الله تعالى أراجعها وأذهب قدر الاستطاعة لتغيير ما أستطيع منها. أنا فرد ضمن هيئة عامة ورأيي صوت واحد وهنالك أصوات أخرى قد لا توافقني وأنا لا أستطيع أن أملي وجهة نظري على الآخرين، ولكنني بإذن الله تعالى أتعبد الله تعالى بأن أذهب لإصلاحها وبأن أكون قدر الاستطاعة حريصا على أن لا يمرر هنالك إلا ما كان صوابا. فانصحوا بما تشاءون بالرسائل بغيرها، إن كانت هنالك أخطاء تشكون فيها
أنها أخطاء بإذن الله سبحانه وتعالى ستدرس القضية وسننظرها بإذن الله تعالى. إن كان من موظف فسيتابع في أي فرع من الفروع، سيتابع هذا الموظف، وإن كان هنالك إخلال في الحديث أو في اللبس أو في غير ذلك أيضا، كلها نريد من هذه المعاملات أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى معاملات يطمئن الإنسان إليها أنها لا تعارض أحكام الشريعة الإسلامية.